شكرا. هذه الاجراءات اللي خضتها وزاره الفلاحه يعني تندرج في اطار تدابير حكوميه وفي اطار التعليمات التي اصدرها السيد رئيس الجمهوريه لاجل يعني تزويد بالمواد الاساسيه الغذائيه واخذ جميع الاجراءات لمتابعه ومسايره جميع هذا يعني الطلب اللي راهو تزايد في بعض المواد اللي لاحظناها كماده السميد ولا ماده البطاطا، وبالتالي خذينا اجراءات لضخ كميات يعني كميات اضافيه زيادة على الكميات يعني العادية لتموين يعني المطاحن باش نكونوا في أريحية ونعرضوا على مستوى يعني المستهلكين الوفرة اللازمة. وكنا حسنا مع السلطات المحلية تحت سيادة الولات ومصالح الفلاحة ومصالح التجارة وبالتعاون مع المجتمع المدني لأجل تحسين وتدعيم أنظمة التوزيع، وهذا لأجل يعني يكونوا في أريحية وتوفير جميع المواد الأساسية للمستهلكين خاصة في هذه الظروف نتاع الاستثنائية الوباء العالمي. وكما تعلمون السلطات العمومية تتخذ جميع الإجراءات من تخزين استراتيجي، وزدنا تدابير على يعني قضية السميد. كان تعليمات صارمة من السيد رئيس الجمهورية يوم أمس، وقبل يوم أمس كنا ضخينا كميات وزدنا دعمناها اليوم كميات إضافية. يعني اليوم المطاحن يعني عندهم جميع يعني المادة الأساسية من قمح الصلب متوفرة على مستوى المطاحن، بالتالي يعني نطلب من جميع يعني المستهلكين والمواطنين الجزائريين باش يتحلوا بالهدوء ويكونوا يعني في مستوى الحدث يعني جميع الأمور متوفرة. شكرا. فيه اجراءات يعني استباقيه تاخذها السلطات العموميه لاجل توفير يعني المخزون الاستراتيجي، وكنا اخذنا اجراءات لتخزين ماده البطاطا والمواد الفلاحيه الاخرى كماده الحليب بودره الحليب، وفيه يعني اجراءات لاجل تدعيم مخزون حتى في اللحوم البيضاء. وكنتوا شفتوا التدابير اللي خذيناها مع مجلس شعبه يعني اللحوم البيضاء لاجل تدعيم المربيين وتخزين يعني كميات معتبره، وهذا لضبط الشعبه. وفيه يعني حتى كميات من اللحوم الحمراء في انتاج وفير على المستوى الوطني متعدد يعني المواد، مواد نباتيه ولا حيوانيه. نقدر نطمئن يعني جميع المواطنين الجزائريين جميع التدابير اتخذت وجميع يعني المخازن يعني متوفره لتوفي يعني الطلب في هذا الظرف، وبعد حتى بعد شهر في شهر رمضان وبعد شهر رمضان يعني جميع الامور يعني متاخذه، يعني لا داعي للهلع ولا يعني بعض الامور اللي شفناها. بالتالي يعني الدوله تسهر على توفير جميع المواد الغذائيه الاساسيه، وفيه تدابير يعني تتخذ يعني مع يعني تجنيد جميع السلطات يعني المدنيه ولا العسكريه في المستوى يعني الميداني، وهذا اللي خلينا مرتاحين الان. وسوف يعني نرافق هذه الاجراءات ب يعني متابعه ميدانيه مع يعني السلطات المحليه. شكرا. نبدا بديوان يعني الحبوب، ديوان الجزائري للحبوب يعني الواي سي، كنا اعطينا له يعني جميع يعني التعليمات ونحيي جميع الاطارات والتعاونيات على المستوى الميداني باش يضخوا كميات اضافيه، وحتى كان فيه تسبيق من يعني كميات نتاع القمح الصلب يعني الماده الاوليه للطحين، وهذا ما يخلينا باش يكونوا مرتاحين في يعني تدعيم الوفره على مستوى الاستهلاك. فيها ديوان الخضر واللحوم كان يعني بنظم يعني توزيع المادة تاع البطاطا لأجل محاربة هذه المضاربة والجشع، وكانت توزعت يعني مباشرة للمستهلكين على عدة ولايات على مستوى الوطن. فيه نقاط أكثر من 30 نقطة لتوزيع هذه المادة، وسوف نتوسع في هذه التوزيعات يعني مشاركة جميع المتدخلين خاصة يعني المصالح الحكومية كالتجارة والداخلية والتسهيلات اللي رانا نقوم بها. في إجراءات يعني استثنائية ويعني خاصة بولاية يعني بليدة، ومن هنا احنا يعني نشجع ويعني نثمن جميع يعني التدعيمات لأهالينا في بليدة والتطمينات يعني باش وفرنا لهم جميع الإجراءات والمخازن على مستوى ميداني. وجاري الآن يعني تعزيز أنظمة التوزيع خاصة باش يكونوا في مستوى يعني الأحياء الشعبية، وهذا يعني سهر السلطات المحلية ومرافقة
يعني الحكومة وتحت إشراف يعني التعليمات يعني المباشرة اللي يتابع فيها السيد رئيس الجمهورية. شكرا. هي في الحقيقة أغلبية المواد الفلاحية يعني الموزعة الآن هي جاية من الإنتاج الوطني المحلي، وهذا جهد من الفلاحين، وهذا يعني نتيجة تدعيم تاع الدولة والمرافقة تاع قطاع الفلاحة، خاصة في المواد يعني الخضر والفواكه، والله حتى في مادة القمح الصلب هو منتوج وطني 100% تم يعني تخزينه يعني نتيجة يعني الوفرة تاع السنة هذه اللي فاتت، ونحن نستبشر خير إن شاء الله بهذا التساقط تاع الأمطار اللي حبنا بها الله، يعني تبشرنا بموسم فلاحي يعني يكون إن شاء الله تاع خير، وفيه منتوج على مستوى الحقول اللي راه جاري الآن يعني عملية الجني. ومن هنا أنا نشجع الفلاحين ونحييهم على روح المسؤولية والمبادرة والتحكمهم يعني في الميدان، وسوف نرافقهم في بعض الاختلالات في تنقل يعني العمال والله بعد حتى يعني يعني التجار تاع عوامل الانتاج كالبذور والمبيدات باش يكونوا في اريحيه، خاصه باش يداوموا على يعني الانتاج ويكونوا في مسيرين باش يطرحوا لنا دائما يعني منتوج وافر وكافي. ومن هنا نحيي جميع هذه المجهودات، ونحن صاهرين لاجل تسهيل جميع هذه الاجراءات ومرافقتهم باش يكون فيه عرض دائم للمنتوج الوطني، وهذا تدعيم للامن الغذائي تاع البلاد، وهذا ما اكد عليه السيد رئيس يعني الجمهوريه خلال مجلس الوزراء يعني الفارط، هذا ما يخلينا في اريحيه. وهذه الازمه اللي رانا ان شاء الله نخرج منها، ازمه وباء عالمي، هذه سوف نستخلص منها الدروس لاجل تدعيم جميع يعني المنتوجات الوطنيه. وانتم ما كنتوا شفتوا التدابير اللي اسداها السيد رئيس الجمهوريه لاستحداث يعني اليه لحتى نتوسعوا في المنتوج الوطني كالذره والسكر والزيوت، هذا باش يكون عندنا يعني تدعيم يعني انتاج وفره، انتاج وطني، وتكون عندنا اريحيه حتى من جهه يعني الامن الغذائي، وهذا كله يعني جاري تحت يعني اشراف الحكومه. هو فيه تعزيز الوفرة في مخزون يعني لبس به معتبر، والآن يعني جاري السهر على توزيعه بصفة منتظمة، وبالتالي حتى المستهلكين يعني نطالبهم باش يعني يكونوا يعني في المستوى من جانب يعني هذه الممارسات، باش يكونوا يعني يتحلاو يعني بالهدوء وبالحكمة وبالرزانة، لأن جميع يعني الإجراءات اتخذت لتوفير جميع المواد الأساسية. الآن يعني نحسن في التوزيعات نتاع المواد هذه على مستوى ميداني وعلى مستوى حتى الأحياء، باش يعني المواطنين يعني يكونوا مطمئنين ويركزوا لنا على الإجراءات الصحية باش نكونوا يعني في الحجر الصحي، وتكون عندنا فائدة باش نخرج من هذا الوباء بأسرع وقت وبأقل ضرر، هذا ما يخلينا مرتاحين. وفيه بالفعل يعني فيه خطة عمل اعتمدتها الحكومة في البرلمان ليعني إنجاز التزامات السيد رئيس الجمهورية، خاصة من جانب عصرنة الفلاحة بيعني تطوير أنظمة الإنتاج واستخدام جميع يعني وسائل البحث العلمي والإبداعات، ويعني تجنيد الشابات والطاقات الإبداعية، هذا ما يخلينا مرتاحين ويبشر بالخير، خاصة أن الجزائر تتمتع يعني بموارد طبيعية هامة من أراضي ومن مياه، هذا ما يخلينا إن شاء الله نشتغل يعني بخطة وبرؤية هادفة وتكون عندها يعني أبعاد استراتيجية 2020-2024. وشكرا. نحن أخذنا إجراءات استباقية، وكان لي اجتماع قبل هذه الأيام مع ممثلين مهنيين من غرف فلاحية ورؤساء الشعب الفلاحية لأجل يعني تأطير هذه الفلاحين وتجنيدهم وأخذ جميع الإجراءات التنظيمية. والآن نحن يعني نتابع ونرافق هذه المستجدات مع السادة الولاة والمصالح الحكومية مع وزارة الداخلية ومصالح الأمنية لأجل أخذ جميع الإجراءات التسهيلية لأجل تنقل يعني العمال، وهذا في إطار تنظيم يعني الشعب، كل شعبة عندها تنظيم على مستوى ولائي، وهذا يعني الإنجاز تاع تنظيم الشعب اليوم اللي خلينا
يعني صبناه، وهذا ولنا مسخر انه الان باش تكون عندنا يعني اريحيه في تنقل يعني اليد العامله. وانا من هنا نحيي هذا الروح يعني تاع المسؤوليه وروح التماسك تاع المنتجين الفلاحين وحتى يعني العمال على مستوى المزارع، وهذا ما يخلينا باش نضمن القوت يعني للمستهلكين تاعنا، ويخلينا باش ندعم قضيه الامن الغذائي. ونحن نتابع جميع هذه الامورات باش يكون فيه تسهيل على مستوى القطر الوطني ورفع جميع هذه الاعاقات هذه اللي تنجر على هذا يعني التدابير تاع الحجر الصحي. يعني نتابعها مع السلطات المحليه خاصه مع الساده الولات لنشكرهم على الاجراءات اللي يتخذوها ميدانيا لاجل تسهيل يعني سيوله توزيع المواد الاساسيه وتنقل حتى تنقل البضائع وتنقل الاشخاص اللي عندهم يعني عمل اساسي يقوموا به على مستوى المزارع على مستوى الجني تاع الحقول. وهذا ما يخلينا يعني الان يعني في اريحيه لاننا يعني اتخذنا جميع الاجراءات، وكانوا الفلاحين يعني بينوا هذه الامورات وهذا روح المسؤوليه خلال السنه اللي فاتت اللي كانت فيها اضطرابات يعني من جانب الحراك المبارك. وهذا ما شفتوه انه فيه يعني الفلاحين كانوا يعني متماسكين وكانوا مركزين في الانتاج نتاعهم وكانوا في مستوى التحدي وفي مستوى يعني المسؤوليه، وهذا ما خلانا اليوم يعني نوفر هذا المنتوج اللي راه الان مسخر للمواطنين الجزائريين. هذه القضية تاع ارتفاع الأسعار نحن يعني نحاربها بتوفير الوفرة أولا وفي تحسين التوزيع بمشاركة يعني قطاع التجارة، وحنا نحيو يعني إطارات ويعني العمال تاع التجارة اللي راهم يعملوا يعني عمل جبار في المستوى الميداني بالمرافقة يعني تاع رجال الأمن. والآن بهذا النقاط وهذا التوزيع نتاع المنتوج الوطني نحن شفتوا يعني كان مثال تاع البطاطا كانت محاولة يعني مضاربة في الايام اللي فاتت، يعني كانت الناس حابه تستغل وتستثمر في المياه العكره وتستغل هذه الظروف يعني تاع الوباء، كانت فيه رده فعل يعني سريعه وكنا قمنا بكسر هذه المحاوله تاع المضاربه، وكانت فيه يعني نتيجه يعني سريعه في الميدان، وكانت فيه تمكين يعني تزويد يعني المواطنين بمنتوجات اساسيه باسعار مقبوله، وكانت فيه حتى يعني اجراءات ومبادرات قاموا بها المنتجين لاجل التبرع بالمنتوج. وكنتوا شفتوا فيه كميه تاع بطاطا وزعت مجانا للمواطنين خاصه ذوي الدخل يعني البسيط، وفيه يعني حتى شعبه الدجاج كانوا يعني تبرعوا حتى للمستشفيات ومناطق تاع الحجر الصحي باش يكون فيه هبه تضامنيه ويكون فيه يعني روح المسؤوليه من عند هذا يعني هذا المنتجين اللي نحيوهم لانهم هما يعتبروا جنود الامن الغذائي. اما الاسعار سوف نتابعها مع السلطات يعني العموميه وسوف نتدخل في اي مكان ممكن، وخاصه راكم تشوفوا في ممارسات نتاع الجشع وتاع تخزين المواد في المضاربه في المواد الاساسيه، وهذا سوف الدوله تاخذ جميع الاجراءات وتضرب بيد من حديد، وهذا تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهوريه والاجراءات اللي اتخذها مجلس الامن مجلس الاعلى للامن. الان في ماده سمين انا نطمئن اعطينا يعني الكميات اللازمه وزدنا حتى زودنا كميات اضافيه استباقيا باش المطاحن والمؤسسه التوزيع تكون في اريحيه، وكنا اخذنا اجراءات يوم امس وزدنا دعمناها يوم الصباح جميع يعني المطاحن العموميه والخاصه التي تشتغل في انتاج السميد يعني مزوده بكميات هائله، واعطينا لهم حتى مخزون اضافي للايام يعني الايام يعني القادمه عندهم اضافه من الماده الاساسيه. وهذا ما يخلينا باش نراقبوا الان يبقى المستوى على التوزيع باش تكون يعني الاليات جميعا يعني مجنده. وهنا نطالب يعني بالمستهلكين والمجتمع المدني باش يكونوا يعني في تنظيم ويكونوا يعني تحلوا بروح يعني المسؤوليه وروح اللي قدروها يعني روح تاع التحدي وروح الانضباط والحكمه والرزانه. وهذا ما يخلينا باش نطمئنهم يعني ونأكد على اطمئنانهم يعني جميع الاجراءات اتخذت والمواد الاساسيه يعني موفره بكميات معتبره. هذا يعني باش يخلينا لا داعي لهذه الممارسات يعني تاع الخوف والهلع،
وهذا ما يخلينا ان شاء الله باش تكون يعني جميع المواد يعني الاساسيه متوفره وباسعار يعني مقبوله. هذا ما يعني نطمئن به يعني المواطنين الاعزاء. و ولاية أهلنا في ولاية البليدة نحن نتضامن معهم و يعني نتابع ونرافق جميع هذه الإجراءات، وكنا أخذنا إجراءات حكومية استباقية قبل أخذ يعني إجراءات الحجر الصحي لأجل توفير في عين المكان يعني المخزون المواد الأساسية، ونتابعها من الأمس إلى اليوم يعني الأمور جارية بصفة طبيعية. وأنا كنت يعني باتصال مع سيد الوالي ولاية البليدة اللي راه يقوم بمجهودات جبارة مع تجنيد المصالح الحكومية، مصالح الفلاحة ومصالح التجارة ومصالح الأمنية والتسهيلات في التنقل وفي السيولة. يعني أخذنا جميع التدابير باش ولاية البليدة يعني يكون عندها تموين مستمر، تموين يعني مستقر، وجميع الإجراءات اتخذت لتعزيز آليات التوزيع والتأقلم مع حالة هذا الحجر الصحي، باش يكون فيه حتى يعني توزيع على مستوى الأحياء، توزيع يعني تاع الصغار هذو المتنقلين، الباعة المتنقلين شجعناهم، زدنا فتحنا مناطق يعني تاع نقاط البيع، ونتوسع في المناطق المجاورة لمدينة البليدة. وإن شاء الله هذا ظرف طارئ سوف نخرج منه بكل سلام، ومن هنا نحن يعني نعيد يعني تطمينات، ويعني باش نكونوا مع سكاننا وأهلنا في البليدة يعني بتضامن كل معهم إن شاء الله. هو السلطات العمومية والدولة أخذت جميع الإجراءات الاستباقية على مستوى الوطن، يعني نحن مستعدين ل يعني مواجهة أي طارئ ممكن. يعني هذه السلطات العمومية من مهامها توفير المواد الأساسية الغذائية، ومن هنا أنا أطمئنكم باللي جميع المخازن خاصة المتوزعة على مستوى الوطن إجراءات متخذة بصفة استراتيجية، وجاري الآن يعني تعزيز هذه الآليات وتوسيع الحاجيات، وسوف نكون يعني في مستوى الطلبيات مهما تكون يعني الأمور. نحن أخذنا جميع الإجراءات في المستوى الحكومي، وكانت ندرسة الحكومة وكانت فيه تعليمات واضحة وصارمة من السيد رئيس الجمهورية، والآن جميع يعني إطارات وزارة الفلاحة وإطارة وزارة التجارة والإطارات تاع الوزارات الأخرى مجندة لأجل يعني توفير جميع حاجيات المواطنين بصفة يعني متاحة وصفة متوفرة على جميع التراب الوطني. نحن أخذنا الإجراءات اللي جاتنا من الحكومة إجراءات احترازية، وكنا يعني سرحنا العمال والإطارات اللي يعني يسكنوا بعاد، وخاصة النساء الحوامل، النساء اللي عندهم مسؤوليات على مستوى يعني تربية الأطفال. والآن أخذنا جميع يعني على مستوى مصالح الفلاحة المركزية ولا المصالح المحلية، أخذنا جميع التدابير لأجل الوقاية والتنظيف. ومن هنا نحيي يعني جنودنا تاع الغابات اللي قاموا بتنظيف الاحياء وتنظيف يعني جميع يعني الاحياء الاداريه، وكانوا تدخلوا حتى على مستوى الوطن وحتى على مستوى بعض المناطق تاع مناطق الظل والجبال. وحتى عندنا جنود من البياطره الخواص والعموميين هما مسخرين لاجل التدخل في اي وقت، وحتى يعني ممثلين تاع المهنيين تاع الفلاحين خذوا جميع يعني التدابير باش نكونوا يعني في الوقايه، ونكونوا يعني نطبقوا بكل انضباط الشروط الصحيه. وانا بصفتي كمسؤول اول على القطاع يعني ساهر على تموين وعلى اخذ جميع الاجراءات كاعضاء الحكومه، ونحن مجندين 24 على الساعه لخدمه يعني المواطنين الجزائريين وخدمه الوطن. شريف عماري يقيم مع عائلته في مع المواطنين الجزائريين، ونقوم بمهامنا كالتزامنا مع الوطن والتزامنا مع أرواح التاريخية تاع الوطن، أرواح المجاهدين، أرواح الشهداء،
وهذا ما يخلينا دائما يعني نستشعر من هذه العبارات تاع التضحيه، والجزائريين كانوا دائما في المستوى، وانا واثق باش نخرجوا من هذا يعني الوباء، هذا الوباء اللي يعتبر عالمي، والجزائر عندها مكاسب كبيره وعندها اعتبارات كبيره، انا واثق باللي نخرجوا فيها في اقل ضرر ان شاء الله في القريب العاجل، وسوف يعني نكون دائما في المستوى على مستوى عالمي ان شاء الله. عبر منبر النهار بودي باش يعني نحيي جميع يعني قطاع الصحة، من أطباء، من شبه طبي، من جميع يعني الإطارات، ومن يعني اللي راهم ساهرين واللي راهم يجاهدوا واللي راهم في ظروف يعني صعبة وما شافوش العائلة تاعهم، يعني جميع يعني الشعب الجزائري يحييهم من هذا المنبر. وأنا نحيي الجنود نتاع الأمن الغذائي، من فلاحين، من مزارعين، من مربيين، ومن مؤطرين اللي راهم ساهرين باش يعني باش يضمنوا القوت نتاع الجزائريين، وأثبتوا يعني في عدة مرات، واليوم يثبتوا بالمنتوج الجزائري الوطني، وهذا نحن صاهرين في خدمة هذا المنتوج الوطني، في خدمة يعني رفع التحدي الأمن الغذائي وخدمة الوطن والبلاد. شكرا. شكرا.